هذا التهديد يتمثل في صواريخهم الباليستية ومسيراتهم الجوية وصواريخ كروز لمهاجمة الأهداف البرية، وبالتأكيد تهديد الميليشيات المسلحة التابعة لهم عبر المنطقة. أعتقد أن كل ذلك كان له الأثر في توحيد دول المنطقة، بينما يحاولون إيجاد السبل الفعالة لصياغة استجابة مشتركة في وجه هذا التهديد الحقيقي والمتنامي. أن تنامي القدرات الباليستية الإيرانية إلى جانب النوعين الآخرين من الأسلحة التي ناقشناها للتو، وهي صواريخ الكروز والمنظومات المسيرة، وفرت قدرات عالية لإيران عبر السنوات الخمس إلى السبع الماضية، والآن يمتلكون قدرات كبيرة وبإمكانهم استخدامها ضد جيرانهم هذه الليلة وليس في مرحلة ما من المستقبل كما هو الحال مع الملف النووي، بل يمتلكون قدرات بإمكانهم استخدامها فوراً، وهذا الأمر مقلق جدا، وأعرف أنه جذب الانتباه المباشر لدول المنطقة. أن الجميع يتفقون على أن أفضل سبيل لتحقيق هذا الحل هو عبر جهود لا تشمل الحرب وعبر الحلول الدبلوماسية، لكن كل دولة لها الحق في كل وقت للدفاع عن نفسها، وهذا يشمل إسرائيل والولايات المتحدة. لا أعتقد أننا يجب أن نزيح أي خيار عن الطاولة، خاصة في الوقت الحالي بينما نواجه هذه المشكلة.